السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه جزر. ده الموقع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن منصة تقدر ان انت تعمل فيها اي انشطة، ممكن تتقابلوا تناقشوا، ممكن تعملوا محاضرات، حاجات كتير جدا. والميزة انها تبقى حاجة عاملة زي الميتافيرس كده، لكن هي الميزة ان ممكن تحصل عليها مجاني. طبعا بفلوس بيبقى فيه امكانيات احسن. طيب خلينا نشوف كده الصفحة الاولانية. تقدر من هنا بقى تحدد الايفنتس، تقدر تعمل ايفنت جديد. تمام، ممكن تقول له ماي سبيس، تبدا تشوف الماي سبيس بتاعتك. ممكن تيجي بقى هنا تشوف الريسورس، ممكن تعمل كرييت لسبيس جديده. تمام، فهو بيسالك بقى عايز ريموت اوفيس ولا عايز تيم سوشيال ولا عايز تعمل كونفرنس. فاول ما تختار اي واحده فيهم بيبدا يديك بعض الاختيارات بحيث توصل للحاجه اللي انت عايزها. طيب لو انت دوست على البيم هتلاقيها بالشكل دوت. تقدر ان انت تضيف، تقول له انفايت وتبدا تعزم ناس. انا مثلا الشخص الصغير اللي موجود دوت، فلو في حد تاني موجود هيبدا يظهر معايا هنا في قلب القاعه. يعني هتاخد اللينك اهوت وتنسخه، ممكن تبعته عن طريق الايميل، ممكن تخلي لمده يوم او يومين. فانا بقول له انا هعزم ناس بعدين. هنا شات تبداوا تتكلموا مع بعض، يعني تقدر تقول زوم لكن هتبقى في هيئة كأن في ميتافيرس، كأن انتوا موجودين في واقع افتراضي. ماشي، ده انا اهوت. ممكن اشغل الكاميرا، تمام، ممكن افعل الصوت، ممكن اعمل شير للسكرين. تمام، فهي نفس الامكانيات اللي موجودة في البرامج زي زوم والتيم والحاجات دي كلها. تمام، ممكن اقول له اوبن سيت اب تشيك ليست وتبدأ تظبط او تعد القاعة بحيث لو حد هيجي بقى تعمل لهم عصير، تعمل لهم قهوه وشاي وحاجات زي كده. فبيقول لك الوقت من كذا لكذا. تمام، كرييت يور سبيس، فبتبدا تحط اكتر من سبيس، تبقى في غرفه مثلا لكذا وغرفه لكذا، فتبدا الناس تبقى موجوده. تحط سيشن، تقدر تعمل ايفنت، تقدر تعمل بابلش. طيب خلينا نقول له مثلا هات سيشن. وتيجي هنا تقول له اد سيشن، مثلا هنتكلم النهارده عن تاريخ البيم مثلا. الديسكريبشن، الوقت، الغرفه. تمام، تقدر تختار بقى الغرفه اللي انت عايزها. السبيكر، تمام، هقول له سيف. طيب خلصنا، ممكن نقول له بقى ايه، ارجع تاني للتشيك ليست. طيب ممكن بقى تعمل صفحة معينة بحيث اللي يدخل يلاقي تعريف بيك وتعريف بالمحاضرة اللي انت هتديها. تمام، بيقول لك ارفع لوجو، الهوست مين، الديسكريبشن، الايفنت اكسس. ممكن تقول له مثلا افتح قبل المحاضره مثلا بوقت معين. تمام، بعد كده خلاص فعل لك موضوع بابلش، فتقدر ان انت تشارك مع الناس، تقدر تعملها بريفيو، تقدر تعملها بابلش ايفنت. بيقولك بقى اعمل شير على لينكد ان، على تويتر، على الفيسبوك. ممكن تنسخ كوبي لينك اهوت، وبكده بعد ما تبعت الرابط لاصدقائك يبداوا يدخلوا، تبداوا ان انتوا تتكلموا وتعمل شير سكرين عادي للشاشه بحيث ان هم كلهم يبقوا شايفين الشاشه ديت. وممكن تبداوا كانكم انتوا ماشيين في قلب اللوب هنا وتبداوا ان انتوا تناقشوا زي ما انتوا شايفين. انا بمشي بالماوس اهوت، ممكن تختار كرسي تقعد عليه او ترابيزه تقعد عليها. تمام، بيقول لي خلي بالك ان دي برايفت اريا، يعني الناس اللي موجودين معاك هنا مش هيعرفوا انتوا بتتكلموا في ايه. اللي انتوا موجودين انتوا بس كده، انتوا اللي سامعين بعض. تمام، فممكن لو احنا عددنا حلو يعني ممكن نختار ترابيزه كبيره شويه ونقعد بقى هنا ونبدا ان احنا نتكلم في البرايفت اريا دوت. دي من المواقع الجميله اللي عجبتني، اللي نقدر ان احنا نعمل محاضره بالميتافيرس.